ايه قلقتيني في ايه؟ اتأخرت ليه؟ أنا اتأخرت؟ يا بنتي أنا كنت ماشي بسرعة جدا على الدائري ومقفل العداد عشان ألحق أجيلك بسرعة. أنت مش عارف أنا قلت إيه لراجل إيه أصلا عشان أعرف أستأذن منه. في إيه بس قولي لي إيه اللي حصل؟ أنا جالي عريس. إمتى حصل الكلام ده؟ إمتى حصل الكلام ده ومين ده قولي لي؟ في إيه يا رامز ما توطي صوتك؟ طيب وطيت صوتي. اتفضلي احكي. هعمل ايه يعني يا رامز؟ بابا قال لي في عريس جاي لك اسمه جورج مدرس فرنساوي. وشافك فين بسلامته؟ الكنيسه اللي بخدم فيها. هو اول امبارح مشي ورايا وطلع اتكلم مع بابا، وبابا قال لي. يعني ايه مشي وراكي؟ وانت اي حد بيمشي وراكي عادي كده من الكنيسه وانت بتاخديش بالك؟ صدقني انا معرفش، ما خدتش بالي امتى ده حصل اصلا. طب كملي كملي يا ساره. اكمل ايه؟ ما انا خلاص خلصت. انا بس قلت يعني ما ينفعش يحصل وما اقولكش، عشان كده قلت لك تيجي. ايوه انا مطلوب مني ايه بقى؟ مطلوب مني ان اعرف حوار زي ده، فانا المفروض انا اكون مبسوط، او انت بتعزميني مثلا على فرحك صح؟ هترتاح يعني لما اقولك ان اعرف اوضته؟ هو انت الموضوع ضايقك بجد يا رامز؟ انت مش عايزاه يضايقني؟ هو انت فاكره ان انا مش بتمنى اللحظه اللي جت اقدم لك فيها؟ طب وايه اللي منعك؟ هروح اقول لهم ايه؟ هروح اقول لهم ان انا قاعد بصرف على ابويا وامي وشايل هموم الدنيا على اكتافي وما حلتيش اللضه، بس انا عايز اتجوز. ما انت عارف ان الجواز محتاج مصاريف. لو الظروف بس هي اللي منعاك يا رامز انا هستناك لاخر العمر. بس من غير بس، من غير بس يا ساره. اول ما الظروف تتحسن انا هاجي اتقدم لك، وانت عارفه كده كويس. ولغايه ما ده يحصل تروحي وترجعي من الخدمه زي العسكري. لا تبص يمينك ولا شمالك، اسمع بقى ان جورج يكلم باباكي، مايكل مشي وراكي، انا ماليش دعوه. ماشي؟ ماشي؟ ماشي. نيله.